والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية. البداية مع منشور أثار غضب الرواد عبر مختلف المنصات الاجتماعية. ولدت لأقتل، هذه كانت الجملة المكتوبة على خوذة جندي إسرائيلي شهد على حاجز قريب لمدينة خلقيلية وتم تصويره. إذن انتشرت صور الجندي وخوذته، وكتب الرواد تعليقات ومنشورات غاضبة، منهم كانت أفنان التي كتبت: هل كان عليهم أن يكتبوها عندما تكون مكتوبة على وجوههم؟ محمد أسلم أيضا عقب قائلا: ثم يلقبون أنفسهم بحماة السلام. أما عمار شذافني فيقول: خليها تصل لأمريكا وأيضا للقانون الدولي بكل العالم، إذا بنفع تكون هاي العبارة سمعونا صوتكو، وين القانون وين العدالة؟ وصلوها إلهن تنشوف تفسيرهم. أما زبيدة فتعقب: ولدت لتكون مكروها من قبل الذين يدعمون قضية فلسطين ويؤمنون بها، الأرض الوحيدة الموجودة على الرغم من دولتك المزعومة. فيديو آخر نشر فيه توثيق للانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. مقطع يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يعتدي على طفلين أثناء اعتقالهما في مخيم عايدة في بيت لحم. لنتابع. ومن هنا إلى موضوعنا الثاني وأخبار المونديال عبر الشبكة. حملة دعم فلسطين ما زالت العنوان الأبرز في هذا الحدث الرياضي العالمي، وتفاعل المشاركين والمساندين لفلسطين في قطر لا يقتصر على الشعوب العربية فقط. منذ مساء أمس يتم تناقل هذا المقطع بشكل كبير عبر كافة المنصات، فبعد انتهاء مباراة منتخب إنجلترا والسنغال وفوز إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قام صحفي إسرائيلي بمحاورة مشجعين إنجليز الذين تجاهلوا سؤاله وهتفوا في بث مباشر خلال المقابلة فري بالستاين. لنتابع المقطع. في التعقيبات صاحبة هذا الحساب تقول: مش طبيعي، صار لازم المونديال الجاي يكون عنا بفلسطين. أما نغم فتكتب: من الرائع أن نرى كيف يصل صوت القضية الفلسطينية إلى العالم أجمع. رانيا أيضا تعقب وتقول: المذيع مش قادر يواسي حاله فصار يضحك. وبما أننا نتحدث عن المونديال، فلا بأس أن نعود بالذاكرة لما قبل 120 عام. الكاتب الصحفي وديع عواودي كتب عبر صفحته في فيسبوك مرفقا هذه الصورة، صورة نادرة كما يصفها عواودي، وهي بطبيعة الحال كذلك قد تكون الأولى من نوعها في فلسطين وربما في بلاد الشام، لمباراة كرة قدم في باب الساهرة في القدس، التقطت عام 1902 بحسب سجلات أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أي قبل 120 عام. هاشتاغ كرة القدم الفلسطينية. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.